انت لعيب كنت جميل، والحقيقه مصطفى حفر اسمه في جيل يصعب اي لعيب يخش عليه. انا دخلت جيل كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر، كابتن محمد صلاح، كابتن احمد عبد الحليم، كابتن عادل مامور، جيل كان صعب انك تحط رجلك برضه، فاهم؟ فانت لو ما كانش عندك شخصيه نادي الزمالك وما كنتش خايف ورهبان، ده الراجل ده كسر الدنيا معانا يعني الحقيقه. فلعيب من اللعيبه الكبار جدا اللي جم نادي الزمالك، وكان صغير سنه كان صغير جدا جدا، لكن استطاع ان هو بمهارته وذكائه في الملعب، وكان عنده كده لدغه، كان بيلدغ يعني، عارف انت اللي هو ايه، طق كده جون تلاقيها جون. انا مره عملت له اوفر كان بالونه لقيتها في الجون، انت فاكر الجون ده؟ ده اوفراتك يعني، فاكر والله الجون ده صحيح؟ اه طبعا. ده كان في ماتش ايه؟ كان تقريبا في ماتش اتحاد سكندري تقريبا. اه عملته تقريبا اوحش اوفر عملته في حياتي، بالونه لقيتها في الجون. انت ما عملتش اوفر وحش يا كابتن حبيبي انت، درش منورنا والله، ربنا يخليك يا كابتن. طب فينك يا ابني غطسان ليه كده؟ جيش الزمالك ولا بتعدي ولا نادي الزمالك ده يعني انا بفخر وبتشرف ان انا لعيب من لعيبه نادي الزمالك. وطبعا هو حضرتك عارف انا طبعا شغال في التدريب في الشرقيه، ماسك ايه دلوقتي؟ يعني ماسك نادي ابو كبير، ابو كبير اه يعني نادي في مجلس اداره قمه الاحترام والاجتهاد والكفاح عشان يعملوا حاجه لبلد ابو كبير، بلد كبيره جدا يا كابتن طارق. وفي مجلس اداره بقياده الكابتن مجدي عماره والاستاذ احمد انيس والكابتن ابراهيم عساكر والكابتن صلاح علي والدكتور محمد زكي والباشمهندس، يعني مجموعه محترمه جدا بتكافح وبتجتهد وبتحاول توفر الامكانيات عشان ترجع فريق ابو كبير لمكانته. وطبعا انا زي ما حضرتك عارف احنا يعني بنجتهد في عملنا وبنحاول ان احنا نعمل افضل حاجه ونطلع اقصى جهد عندنا، وطبعا بنتمنى التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. اكيد طبعا احنا كل اللي انت بتقوله ده جميل، وطبعا ربنا يوفقك في مهمتك مع ابو كبير، لكن نادي الزمالك برضو يعني احنا ما بنشوفكش كتير. والله يا كابتن طارق انا طبعا تحت امر نادي الزمالك. انا مش عايز اقول كلام يعني، انا لو هقف على بوابه نادي الزمالك ده شرف كبير جدا ليا، مش هشتغل مدرب فيه، لان نادي الزمالك ده يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق ربنا سبحانه هو له الفضل، علينا طبعا كلنا بعد ربنا علينا كلنا، واي حد انتمى للنادي العظيم بيفخر وبيتشرف بوجوده في داخل نادي الزمالك. انما انا بقول يعني انا من وجهه نظري انا ربنا الحمد لله موفقني وشغال في محافظه الشرقيه، بمسك فرق المحافظه هناك وشغال. فانا بقول طالما انا ماشي في السكه دي ويعني بجتهد فيها، ممكن مكاني في نادي الزمالك حد من زملائي او يكون موجود، طالما انا ربنا موفقني وشغال في مكان. فيعني احنا طبعا بنفخر وبنتشرف، وتحت امر نادي الزمالك في اي وقت يا كابتن. اكيد طبعا.